سلسلة من التسهيلات لقطاع غزة، هذه هي صيغة ما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية. سلسلة تشمل زيادة عدد العمال من غزة في إسرائيل وزيادة حجم دخول البضائع إلى القطاع والموافقة على بناء 3 أحياء من قبل مصر، وتسهيلات أخرى تأتي ضمن سياسة جديدة يتبعها وزير الدفاع جانتس. كلما استمر الهدوء والأمن في القطاع فهكذا سنسمح بعمل المعابر إلى غزة. الاستقرار والهدوء الأمني هو الأساس من أجل التطور الاقتصادي والمدني في قطاع غزة. ولعل ما قاله هذا الضابط الإسرائيلي يلخص المقصد من هذه السياسة، تخفيف الإجراءات حول قطاع غزة والسماح بحركة البناء ودخول بعض المواد ضمن ضوابط محددة، وخلق ضغط شعبي على كل من قد يشكل خطرا على حال الهدوء القائمة. الاختبار كان في الأسبوع الماضي عندما واجه سكان قطاع غزة أحد الخيارين، الانضمام إلى المواجهة العسكرية مع إسرائيل أم تفضيل تحسين حياتهم الاقتصادية من جراء العمل في إسرائيل. وأعتقد بأن عدم انجرار حماس من جهة والعمال أيضا من جهة ثانية إلى الأعمال العدائية ضد إسرائيل أثبتت نجاعة وجدارة هذه السياسة. ويرى مراقبون أن المواجهة الأخيرة مع حركة الجهاد وبقاء حركة حماس خارجها دليل على نجاح هذه السياسة الإسرائيلية، وهو ما دفع بإسرائيل إلى الإعلان عن مزيد من التسهيلات بعد وقف إطلاق النار مباشرة. إسرائيل تحاول إرساء معادلة جديدة قد تلخص بالاقتصاد مقابل الهدوء، في رسالة واضحة لحركة حماس والمواطنين في غزة، سياسة تقول إسرائيل إنها أثبتت جدواها في المواجهة الأخيرة. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.